انا مبسوط جدا بالمشروع ده، مشروع يعني ناجح جدا جدا وبيوفر حاجات كتير جدا للمسلمين كلها. وانا بستغرب من الهجوم اللي كان عليه بالامانه والله. انا موظف في احدى الوزارات وجاي برضو عندي سؤال اهو، بدل ما اروح لغايه ده صلاح سالم واروح مش عارف فين واسال فين اهو جنب المحطه، وغيري هيجي من البلد ويسال بدل ما يركب ويروح، بيوفروا علينا حاجات كتير جدا. واتمنى انه يعمم لجنه الفتوى، جميع الناس بتحتاج للجنه دي بدل ما بيروحوا لاماكن بعيده. الواحد بيكسل، بيتعرض في حياته لمشاكل كتير، فتبقى الحاجه دي سهله بتسهل ان هو يسال على طول. الفكره دي فكره رائعه جدا. هي ما تهتموش بالكلام المهترات اللي بيقولوا، في تناقضات عجيبه، بيقولوا فين الازهر، وبعدين لما الازهر ينزل للناس بيقولوا دي فكره مش ظريفه كشك وخيره. يعني طب يعني قولوا لنا انتوا الافكار اللي عندكم عشان الازهر يعملها، علشان ما يبقاش بعد كده انتقاد للازهر. الحقيقه انا بتمنى ان الفكره تتعمم في اماكن كتير جدا، مش بس رمسيس هنا، لا ممكن تتعمم في المحافظات كمان. المكان ده كويس جدا وبيفهم الناس الصح من الغلط، وان الواحد ما يغلطش، وان هي حاجه كويسه جدا ان يعني المكان قريب والواحد بيلاقي الناس موجوده وقت ما بيحتاجهم بيلاقيهم، بيسالهم عن حاجه غلط او صح كده يعني، وربنا يقدرهم ان شاء الله ويفهمونا الصح باذن الله.